اصلا وصلنا لنص النهائي، حاجه مشرفه جدا. فرقه معدل اعمارها 21 سنه، فرقه من سنتين كانت بتلعب درجه تانية في الدوري المصري، فان احنا جينا طلعنا بطل افريقيا من البطوله سان داونز، كسبنا يعني تعادلنا مع فرقه نيجيريا، كسبنا فرقه اثيوبيا، كنا ند تقيل قوي مع الجيش الملكي، والاخر ثانيه الماتش فلت مننا في تفاصيل بسيطه متاكده ان احنا ان شاء الله هنعالجها في المستقبل. بس اوفرول حاسه ان احنا خصم تقيل وفرقه كسبت احترام الناس يعني. طبعا هم فرقه كويسه جدا، احنا لعبناهم في دوري المجموعات، هنحضر لهم احسن. ممكن الماتش اللي احنا لعبناهم ضدهم ما كناش عايزين الماتش قوي ان احنا نكسبه، بس حتى لو ما كسبناش ما كناش نخسر. بس خلاص احنا بنلعب على ثالث ورابع، فدي اخر قتال زي ما بيقول. الحمد لله احنا عملنا اداء حلو جدا، عملنا كل حاجه نقدر نعملها، ربنا ما وفقناش، وان شاء الله السنه الجايه البطوله بتاعتنا. والله يعني توفيق ربنا، احنا بنالتي جايه في الدقيقه 95 جبنا بنالتي وراها على طول جون، ده ايه دي فوتبول كده يعني. 10 على 10 10 على 10. شكرا.